فقط على قناة الآن على اليوتيوب عندنا سلسلة من الفقرات الطبية والصحية اللي راح تهمكم. اليوم موضوعنا الطبي راح نتكلم عن البكتيريا. زي ما أنتم تعرفين إنه البكتيريا إحنا ما بنشوفها ولكن هي موجودة في كل مكان. تتكاثر البكتيريا ممكن بسبب الرطوبة، بسبب الدفء، بسبب الغذاء اللي ممكن يوفر لها بيئة مناسبة بحيث إنها هي تتكاثر، إلى جانب إنها ممكن تعيش عندنا في درجات الحرارة المرتفعة وفي درجات الحرارة المنخفضة، وتلامس عندنا الغذاء وتسبب عندنا التسمم الغذائي البكتيري. هل فكرتوا مشاهدينا بالتسمم الغذائي اللي ممكن يصيب عندنا الأكل؟ أنا راح أسألكم سؤال عن البكتيريا أو التلوث البكتيري اللي ممكن يصيب عندنا اللحوم الحمراء. حابة أعرف إيش الإجراءات الوقائية اللي أنتم تاخدوها، حابة أعرف تعاملكم مع اللحوم الحمراء وكيف ممكن إنكم أنتم تطبخوها بطريقة سليمة بحيث ما تسبب أي تسمم غذائي. أبغى مواضيعكم، أبغى آراءكم. معاكم دكتورة عبير عبدالله، وصحتكم تهمنا ودمتم بخير.